بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، وأنتم جميعا متشوقين لهذه الدروس من خلال خبرتي معكم بالأعوام السابقة. تجدون في التاريخ متعة لها. إن شاء الله بإذن الله. قبل ما نقول أي حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دولتنا الحبيبة دولة مصر، من هم كان يحكم مصر قبل الإسلام؟ ومن هم الذين احتلوا مصر قبل وجود الحكم الإسلامي لها؟ هناخد شخصيات وأحداث من العصر البطلمي في مصر. من هم البطالمة؟ البطالمة هم خلفاء الإسكندر الأكبر أو المقدوني في مصر. كان في حاكم كبير كان بيحكم تقريبا كده معظم العالم القديم، اسمه الإسكندر الأكبر، عشان كده سميت الإسكندرية على اسم الراجل ده الإسكندر. بعد وفاته قسمت إمبراطوريته بين قواده. يعني إيه قواده؟ القواد اللي هم قواد الجيش. فكانت مصر من نصيب القائد بطليموس اللي انتوا شايفينه ده، يبقى كانت مصر من نصيب القائد بطليموس. طيب، وسمي هذا العصر نسبة إلى اسم بطليموس. يبقى سمي من هم البطالمة؟ هم خلفاء الإسكندر في مصر. تاني، من هم البطالمة؟ هم خلفاء الإسكندر الأكبر في مصر. بعد وفاته قسمت إمبراطوريته بين قواده، فكانت مصر من نصيب القائد بطليموس، وسمي هذا العصر نسبة إلى اسمه. الملك بطليموس الأول لقبه سوتر أي المنقذ. ده كان هو صديق للإسكندر الأكبر وأشهر قواده. تمام، وهو كان أكبر من الإسكندر ب10 سنوات. كان بطليموس الأول، ده كده سورة الإسكندر وده سورة بطليموس. تاني، ده سورة الإسكندر وده سورة بطليموس. كان لبطليموس الأول رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر لما لها من ثروة عظيمة وتاريخ مجيد. كان لبطليموس الأول رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر لما لها من ثروة عظيمة وتاريخ مجيد. نجح بطليموس الأول بعد وفاة الإسكندر أنه يؤسس دولته، واستمر في الحكم بطليموس الأول اللي انتوا شايفينه ده حوالي 38 سنة. استمر بطليموس الأول في الحكم حوالي 38 سنة. يبقى تاني كده، بطليموس الأول لقبه سوتر أي المنقذ، كان صديقا للإسكندر الأكبر وأشهر قواده، وشارك في معظم حروبه، وكان أكبر من الإسكندر الأكبر ب10 سنوات. كان له رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر لما لها من ثروة عظيمة وتاريخ مجيد. نجح بطليموس الأول في تأسيس دولة البطالمة، واتخذ مدينة الإسكندرية عاصمة ومقرا لحكم دولته، واستمر في هذا الحكم حوالي 38 سنة. استمر في هذا الحكم حوالي 38 سنة. أهم أعمال بطليموس الأول، أنشأ جامعة اسمها جامعة الإسكندرية، وكلمة جامعة هي دارا للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية والأدبية. أهو صورة بطليموس الأول اهي، بحركها لكم عشان تشوفوه. عملي تاني، وضع نواة مكتبة الإسكندرية قديما. دي كده الصورة بتاع مكتبة الإسكندرية القديمة. زي ما انتوا شايفين كانت الكتب بتكتب عبارة عن لفائف موجودة من لفائف نبات البردي. اهتم بالزراعة عن طريق ان هو جعل الزراعة اكثر من مرة في العام. ادخل في مصر الطنبور الى جانب الشادوف، وكان الفلاح يستخدم هذا لفترة قريبة. ادي كده آلة الطنبور اهي. الطنبور دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن آلة زي ما انتوا شايفين كده بتلف، فالمية بتاخد المية كده وبيوصلها الأراضي الزراعية. كده آلة تستخدم في الزراعة، آلة اسمها آلة الطنبور. أنشأ الكثير من المناحل. لماذا؟ لتصدير العسل إلى الصين. بما تفسر؟ أنشأ الملك بطليموس الأول الكثير من المناحل، وذلك لتصدير العسل إلى الصين. اهتم بالصناعة وخاصة صناعة المنسوجات الكتانية، وسك أول عملة معدنية. يعني هو اللي عمل أول عملة معدنية موجودة في مصر. أدي العملة المعدنية اهي اللي عملها
بطليموس أول، تاني أهيا. ثم بعد ذلك الملكة كليوباترا السابعة، هوريلكوا صورتها أهي. دي صورة الملكة كليوباترا السابعة، شايفينها كلكم، دي صورة الملكة كليوباترا السابعة. تعالوا بقى نشوف الملكة كليوباترا السابعة تولت الحكم بعد بطليموس الثاني عشر. تولت الملكة كليوباترا السابعة الحكم بعد بطليموس الثاني عشر. تحالفت مع القائد الروماني أنطونيوس ضد القائد الروماني أوكتافيوس، ودول كانوا بيتنازعوا على حكم روما، كانوا بيتنازعوا على حكم روما. انتهى النزاع بانتصار مين؟ انتصر أوكتافيوس على أنطونيوس وحليفته كليوباترا في معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد. النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية: انتحر أنطونيوس وتبعته كليوباترا، وبوفاة الملكة كليوباترا انتهى عصر دولة البطالمة وأصبحت مصر ولاية رومانية. يبقى دي كده الصورة بتاعت الملكة كليوباترا السابعة، تولت الحكم بعد بطليموس الاثناشر، تحالفت مع القائد الروماني أنطونيوس ضد أوكتافيوس، انتهى النزاع بينهم في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد، وانتحر أنطونيوس وتبعته كليوباترا، وبهذه الوفاة انتهى عصر دولة البطالمة وأصبحت مصر ولاية رومانية. البطالمة سابولنا إيه؟ سابولنا المعابد زي معبد دير المدينة، معبد غندرة، معبد إدفو، معبد فيلة. نقولهم تاني: البطالمة خلفوا آثار وفنون مثل معبد دير المدينة، معبد دندرة، معبد إدفو، معبد فيلة، ومنارة الإسكندرية. وهنا بقى أنا هقف شوية عند منارة الإسكندرية وهشرح لكم عشان تعرفوها، هي جاية جزء كده صورة ليها، بس أنا أحب إن أنا أعرفها عشان دي أحد عجائب العالم القديم. ده صور لمعابد دير المدينة، دندرة، معبد فيلة، معبد إدفو، أهي معابد فيلة، إدفو، دير المدينة ودندرة. معبد كلبشة، معبد وادي السبوع، معبد بيت الوالي، دي موجودة في النوبة. ادي صورة منار، دي الصورة بتاعتها. الصورة بتاعتها دي هشرحها لكم كده حبايبي، عبارة عن ثلاثة طوابق، ادي واحد اتنين تلاتة، تمام. ودوت سور خارجي محيط بالمنارة، بناء مرتفع يستخدم في إرشاد السفن ليل ونهار. تم تأسيس المنارة في عهد بطليموس الثاني، ومنارة الإسكندرية تعد أحد عجائب الدنيا السبعة. يبقى المنارة بناء مرتفع يتكون من عدة طوابق يستخدم في إرشاد السفن ليلا ونهارا. تم تأسيس منارة الإسكندرية في عهد بطليموس الثاني، ومنارة الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبعة، وديا الصورة بتاعتها. يا ترى دولة البطالمة سقطت ليه وهيجي من بعدهم دولة الرومان؟ أول حاجة بسبب ضعف الملوك بعد الملك بطليموس الثالث. من أول بطليموس الثالث لحد بطليموس الاثناشر الدولة ضعفت، جم حكام ضعاف ما كانوش بنفس قوة بطليموس الأول ولا بطليموس الثاني، فضعفت دولة البطالمة. اتنين، ثورات المصريين ضد البطالمة، عملوا ثورة ضد البطالمة. زيادة نفوذ روما وتدخلها في أحوال مصر خاصة في عهد الملكة كليوباترا السابعة حتى سقطت في أيديهم عام 31 قبل الميلاد. نقولها كده كلها بقى مع بعضها: أسباب سقوط دولة البطالمة، ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، ثورات المصريين ضد البطالمة، زيادة نفوذ روما وتدخلها في أحوال مصر خاصة في عهد الملكة كليوباترا السابعة حتى سقطت مصر في أيديهم بعد معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. كده الدرس انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.